السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم بالعلم متاقع الناطق راس في العتبة الدار البيضاء 16، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية الوفاق البطلة مرزوق عبد القادر، والإنجاز الكبير ضمن مسابقة مدينة تكانت. وشوفوا البطل ديالنا كيفاش هاد المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديالكم في هاد المسابقة. الأخ مرزوق السلام عليكم. السلام عليكم. بداية كنشكر السيد بلعيد على العمل اللي كيتكبد. سميتو المسابقة شوية دازت صعيبة، الحمام جا بقى شوية بقي 30 حمامة، بقى 20 الحمام جا شوية في صحة جيدة. وهذه هي الحمامة اللي تمكم تشوف الإعلان ديالها كيف كتشاهدوا معنا في الصورة ديالها، الحمامة المعلنة عند البطل ديالنا مرزوق عبد القادر عن جمعية الوفاق. بالنسبة لهذه المسابقة الأخ مرزوق، ولو كانت كارثية سواء من ناحية الحرارة وأيضا من ناحية الرياح المعاكسة ياك، وكيف استقبلتوا الحمامة؟ الحمامة الحمد لله جات مع ما كنت حاضر ياك؟ كنت حاضر، جات مزيان وما مضيعاتش لي الحمد لله الوقت. وتوقيت الإعلان ديالك الأخ؟ الإعلان مع 15 دقيقة و 3 ثواني. الساعة الجديدة ولا القديمة؟ العادية. العادية ياك؟ تبارك الله عليكم ومبروك عليكم ثانية ضمن هذه المسابقة. بالنسبة لشحال من حمامة ديتي قلتي تقريبا؟ حمامة بقاو 20 20 دابا لحد دابا. شحال جاو 10؟ جاو 10. تبارك الله. المهم راه كاين معدل شوية تبارك الله عليك. المهم بالنسبة لجميع المشاركين ضمن هذه المسابقة ديال تكات وضمن عصبة الدار البيضاء، المهم عندكم معدل لا بأس به، غدا إن شاء الله سيتمكنوا. وهذا معك الاخ ديالك حتى هو اللي المولوع الجديد، حتى هو كيفاش كتشوف الابطال ديالنا وهما كيحرزوا بين الاوائل في عصبه الدار البيضاء؟ صديق ديالي. السلام عليكم. كي داير اخ بلعيد؟ اخوان الحمد لله. كتحضر معاهم مره مره في ديكلاراسيون؟ شي تحيه ليهم كيفاش تشكرهم بالنسبه لك؟ اخ عبد القادر وسعد تبارك الله عليكم. وندوزو عند الاخ عبد القادر حتى هو اللي غادي يقول لنا كيفاش كانت الفرحه ديالك، الشعور ديالك وانتم كتفوزوا من بين المراتب المتقدمه داخل عصبه الدار البيضاء ضمن مسابقه مدينه تكانت. كانت فرحه بالنسبه لي، اي مولوع كيتمنى هاد ديكلاراسيون من الاوائل. وكنشكروك على المجهود ديالك السيد العيد. شكرا ومبروك عليكم من الاخ عبد القادر. ورجعوا للموضوع ديالنا ضمن مسابقه تكانت، وبالنسبه لهذ الحمامه الاخ عبد القادر ملي كتحضر هذه السلاله يعني البيديغري ديالها اذا كان ممكن؟ هذا ضروري بطبيعه الحال، هذا الاب ديالو 80% اردن. ها هو الكير كله اردن، 80% اردن، 80% تقريبا اردن، الام وواحد بورسونتاج قليل في 91 و89. هذا الاب ديالو الام ديالو هاهي ضربة ديزيام اتحاد سمارة مع البيضاوية. اش موسم؟ 2012 لا البيضاوية ولا ما قلتها العام في اتحاد. المهم في اتحاد تبارك الله. ولا راس ديالها بيديغري ما هولندية، بيديغري بيترس، كنت نحاضر من السلالة ديال ديلفار اردن. ديلفار اردن ومعروفة هاد السلالة اللي كتلعب اكثر غالبا في الموفيطة. والحمد لله الاب ديالها كل عام كيفرحنا في المسافات الطويلة، والام ديالو بطالة وكينحاضر من سلالة بطالة، الحمد لله كل سنة كيفرحنا في المسافات الطويلة. والابن ديالو راه العام اللي فات هو مادي في ستوندار تبارك الله الدقيق، او مكحالفش الحد في الديكلاراسيون، كيجي مع كيبقى يدور كيبقى يتعلم. كيجي الحمد لله السنه هادي حققت ايجابيين على القدرات ديالو. الحمد لله. ومن هنا كنبغي نشكر الناس اللي هنؤونا، وعلى راسهم السي ورده هو الفال ديالنا اليوم. داكشي اللي كاين هنأنا الصباح قبل ما نديكلاريو، قبل ما نديكلاريو. المهم الفال كان زوين تبارك الله عليكم. وبالنسبه لهذه المسابقه الاخ عبد القادر، بريباراسيون واش بريباريتو بالنسبه للمسابقه الموفيطو ولا بريباراسيون ستوندار عاديه؟ في بريباراسيون انا كنبقى غادي بالعام كامل نفس بريباراسيون جات موفيطو، ما لا ما داكشي الاحوال، ديك الاحوال يلا سبحانه وتعالى حنا كنديروا اللي علينا والكمال على الله. بالنسبه للمواد، المواد نص طبيعيه ونص برودويشن. بالنسبه للادويه
داكشي اللي كاين الحمد لله. ادويه كديروا مزيان ياك ما تكون غير صالحه للاستعمال، عدد التواريخ بعيده المدى. لا لا شو 2000 اغلبيه 2019 كيسير الشيء اللي كاين البرودوي كله 2019. واش 2019 كيجيكم من برا ولا كتشريوه من هنايا؟ لا من هنا. من هنا تبارك الله عليكم ومبروك عليكم ثانيه ضمن هذه المسابقه ديال تاكات. وبالنسبه للمسابقه الماجيه ان شاء الله ان شاء الله نتمنى ودخلنا يدخل بعدا الحمام بعدا هو الاولى حيت صراحه عشان طلقه كارثيه كارثيه ما بقى فيه الحال باش ليه شي حمامات ما يستاهلوش باشو باش نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يرجعوا غدا. صبر صبر الله يحفظك غدا يدخل كلشي تبارك الله. نتمنوا غدا يدخل لنا الحمام باش نكملوا لي كونكور ان شاء الله. الاخ ورزق شي كلمه في حق هاد الابطال هادو اللي شرفوا جمعيه الوفاق وكيعلنوا من بين الاوائل وربما من بين الاربع الاوائل او خمس الاوائل داخل عصبه الدار البيضاء ولما لا المرتبه الاولى. الاخ السلام عليكم. امتنان اكثر بعد المجهودات الجباره واش نقول لك عبد القادر راه معروف اخلاق ديالو راه في الجمعيه راه ما تيهضرش تيجي على الحميمات ويمشي واللعب ديالو راه تيبقى يلعب حتى المطالق ديال الشهر داكشي اللي كاين عاد كيبان احضروه عبد القادر احضروه في المطار داكشي اللي كاين افضل ما وكيعتبروا ربما من القدماء الاولى عند مدينه الدار البيضاء ياك الاخ من 2002 يامات القدس تبارك الله عليكم. كنشكركم كنشكر الاخوان شي تحيه غتقدمها الاخ جميع الاخوان سواء في مدينه الدار البيضاء او خارج مدينه الدار البيضاء او خارج المملكه المغربيه. كنشكر اي واحد كيبغي يساهم باي حاجه بشي طوير ديال الولاعه واي واحد باغي يزيد في هذه الولاعه القدام كنشكرو وكنزيد نعاود نشكر مسيو ورده والناس ديال الوفاق و واي واحد في ديك الجمعيه باغي يدير بشي يمثل الجمعيه احسن تمثيل وكنشكر اللي هنؤونا وشكرا. كنشكرك الاخ عبد القادر اخر كلمه بالنسبه لكم. كنشكركم جميعا وكنشكروا كاع الابطال اللي هنؤونا وشكرا جميعا. تبارك الله عليكم كنشكركم بزاف كنشكر الحضور الكريم كنشكر الاخ ورده اللي كيكون معنا ضمن هذا عمليه الكونترول عند الابطال ديالنا مرزوق عبد القادر ابطال جمعيه الوفاق وابطال كذلك عصبه مدينه الدار البيضاء استاد ضمن مسابقه مدينه تكات. ومن هذا المنبر كنشكر جميع الابطال المغاربه اللي كيشاهدوا معنا الفيديو وجميع الابطال المغاربه اللي كيتواجدوا في الوطن العربي اوروبا امريكا المملكه المغربيه خاصه. الى هنا نستودعكم الله وفي امان اللقاء بكم مره اخرى ومع بطل اخر في امان الله.